ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Welcome to E-Alim Institute. I'm teacher Nahid. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عناية. How are you, Inaya? This is your plan, inshallah, for this month. Inshallah, Inaya, in this month, we will start memorization from Surah Al-Ghashiyah, and we will revise from Surah Al-Fajr until Surah Al-Nas. And we will continue our recitation from Surah Al-A'raf, inshallah. Now, I will read Surah Al-Ghashiyah, and you try to repeat after me. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. جزاكم الله خيرا عناية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبتي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.